بس تذكرون هذا كلامي. اكو شغلات راح تمر عليكم كاطباء اذا انتم ما عندكم باك جراوند قوي عليها ما راح تقدرون تعبروها، متعلقه بحياه انسان. وكل شيء تحضرون انتم هنا لا تستهينون باي ماده، كل شيء له قيمه بحياتكم العمليه صدقوا. احنا بالنسبه لنا مختبر البايو جزء الاغلبيه يعتبروا مو مهم، بس انت بدون بايو انت ما تقدر تكون طبيب، مستحيل. جيبوا لي طبيب اليوم يشخص بدون تحليل باي مرض كان، ماكو طبيب يقدر يعتمد على معلوماته الشخصيه ويشخص بكيفه. السكر على سبيل المثال ما يقدر يشخص، يقدر يحكي يعتمد على بناء على علامات سريريه، يحكي لها البيشنت يقول له انت بيك سكر ويروح يعطي تريتمنت وخلاص بدون ما يرجع يسوي له اتش بي اي 1 سي، بدون ما يرجع يسوي له فاستنج بلاد شوجر، بدون ما يسوي له راندوم. هسه مريض السكر على سبيل المثال الكرونيك فولو اب، كرونيك دائما يسوي فولو اب. حتى بالبيت عندهم هاي الاجهزه الرقميه يوميا الصبح يكون السكر مالتهم ذولي جماعه اللي ياخذون انسولين ضروري. اذا الموضوع مهم، لا نستهين بهاي المواضيع. اكو شغلات بالطب الباطني، اكو شغلات بالجراحه، يعني تعبرك تعبرك، لانه انت مرات الطالب اذا المحاضره تعبره ما يقراها الاغلب، يعني يجي بالامتحان ايش يقرا بالامتحان؟ يقرا جوز ام سي كيو، يقرا شغلات مكرره، مو صحيح؟ ما يركز على شغلات يعني هيك بالديب ويفتهمها بمعناها الفعلي، فمن يجي بالواقع العملي راح ينصدم. ترى الواقع العملي صعب، الواقع العملي اصعب من هسه، وهسه تشوفوها. يعني الواقع العملي غير شكل تماما عن الكتب والمصادر والقرايه، راح تتعامل ويا الحدث يعني فيس تو فيس. فانت اما تكون او لا تكون. انا لما اجيت اليوم طبيه واهلي يفتخرون بي، مو صحيح؟ لازم اكون قد المكان اللي اجيت به. السلام عليكم. مو انا اجيت بس حتى اكون طبيب تدرج خاطر بالمستشفى يفتر، اكو هيجي تراطم. والله صايك. ولا له فائده. نكره حالي حرج الكرسي حشاكم، ولا له قيمه اصلا، بس اسمه طبيب والناس وقرايبه قامت وقعدت قال دكتور فلان. هو تروح عليه تريده يعطيك حكايه مفيده ماكو. يخاف. يعني ما، فهاي كلها 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 تراكمات. لانه انتم من اول ما طبيتوا هنا لحد ما تنتهي حياتكم، لكم طولة العمر ان شاء الله انتم تبقون في طور التعلم. ترى العلم ما يتوقف عندكم، مو انا خلصت 6 سنين هذا هو قعدت صبطت بعد ما احتاج شيء. مو صحيح؟ تاخذون بورد او تاخذون ماجستير او تاخذون ماجستير بعدين دكتوراه بغير تخصصات، حتى مو شرط ابحاث يعني كل شيء كل شيء مؤتمرات كل شيء. اذا تريدون تكونون ناجحين كونوا متواصلين على طول، لا توصلون عند نقطه معينه وتقولون خلاص ستوب انتهت الرحله لهنا. تمام، على مودكم انا اللي احكي، مو يعني اتمنى انهم ما تضوجوني كلامي، بس يعني لصالحكم انتم. فاتمنى انه ما تستهينون باي يعني محاضره او مختبر او ماده، او تقولون اوه هسه الاغلبيه يقولون اوه شنو فائده البايو، احنا جايين ناخذ بايو، احنا اطباء اصلا شو نسوي بالبايو؟ يرجع باشر عقبه يتخرج ما يعرف يكتب له تحليل المريض، ما يعرف هو مو انا العلامات السريريه قلت لكم سابقا اربطها الكلينيكال ساينز والسيمتومز اللي تظهر اربطها ويا التحليل لا حد ينزل المريض عليه، حتى يكون هذا التحليل هو جزء من تشخيصي. احتاج ابو السونار، احتاج ابو التحليل، احتاج ابو الاشعه، مو صحيح؟ كوما اكو ناس هذول الاسيستنت المساعديني حتى اوصل للنتيجه اللي انا اريدها، احتاج له بالصيدليه حتى ينطي دواء، مو صح؟ انا مو وحدي اشتغل. اليوم انت طبيب سنك وجعك، تقدر بكيفك انت تشتغل وتسوي نفسك؟ ما تقدر. على سبيل المثال انتو نفسه باللاين مالتنا بالمدسن بالطب. اليوم اني طبيب جلديه، ابني مثلا او بنتي كسرت رجله، اقدر اني اعالج؟ لا. ابني يحتاج عمليه اليوم، اروح اني طبيب اروح اني اركض اخذ المستشفى اسوي له العمليه واجي؟ لا، ناس تشيل ناس، مو صحيح؟ فاحنا نمشي بجانب معين واكو ويانا هوايه ناس بهاي الحياه بجوانب اخرى احنا نحتاجهم. يعني من اكبر ناس بالمجتمع الى اقل ناس، حتى ذولي عمال النظافه اللي يساعدونا بالتنظيف. ابو المخبز نشتري منه خبز، ابني ادزل المدرسه سايق التاكسي اروح اصعد وياه يوصلني من مكان لمكان، فاحنا كلنا وحده متكامله، فما نتخلى عن جانب في سبيل جانب اخر. تمام؟
اتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله تصيرون يعني ناجحين في المجتمع وتحققون اللي تريدوه يا ربي ان شاء الله. هسه نبلش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اي ان شاء الله. على العموم هي محاضرتنا ما تطول اليوم 15 دقيقه تقريبا قال لي جوز. بعد اكو احد يجي له هذا تحضرون لنا اكو شغلات يعني الغيها صحيح تلقوني انا نزلت لكم اياها بالباوربوينت بالمحاضره بس ما اركز عليها بعدين تكون المعلومه فقط اركز بس على الاشياء الرئيسيه يعني هسه هاي المحاضره 15 سلايد لخصناها بسلايد واحد هنا على الصوره هاي الشغلات الاساسيه بس المجموعه الاولى وهذا هو فهسه نبلش لو بعد اكو مره يفد شويه جونا ايه هسه 11 وكذا 11:05 ونص الوقت 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 كالسيف تدرون بالخارج اذا عندك موعد الساعه 12 ظهر تيجي 12:05 يلغي الموعد مالتك لهذا هم شعوب متقدمه واحنا شعوب متاخره حقيقه احنا مو نريد العراق يتطور بس العراق ابد ما راح يتطور للاسف ليش؟ لانه احنا السبب احنا شعب لا يلتزم باي شيء هسه الاجانب اللي تحكون وياهم اول شيء اول ما يقول لك الوقت وقت راح نلتقي يا ساعه يقول لك الساعه 3 تجي الساعه 3 هو مزروع بهذا المكان تجي الساعه 3:05 إذا مقابلة عمل راح يحط عليك إكس، هذا لا يصلح في العمل. لأنه هذا ما يقدر الوقت. هسا هذا عددكم الكلي. شو تشوفون زين يعني بالمختبر؟ أحسن عدد قليل. دا أشوف زينين. دا أشوف العدد زين. إذا تحبون نروح للقاعة ما عندي مشكلة. هو المختبر تقريبا يسع 60 طالب تقريبا مختبرنا مختبرنا كان شوية أكبر من الأنسجة يعني أوسع مساحة لا لا بال برارة تفضل دكتور الله هاي اكيد على الفوز خلينا نشوف هذه بعد ما ما وين جي لك يرجع يطير سعرها شوكليته لا هذا قبل شوكليته هاي مكتوب عليها ما اعرف شنو هسه راح ناخذ زين تشوفون لو تريدون تروحون قاعة زينين الداتا شو عبد الله يعرف ان شاء الله ان شاء الله لنا اياها انا قلت لهم حتى للجروب اللي قبلك قلت لهم بس عبد الله يعرف شغلها هو شغلنا اياها من يمكم بلا صحيح القدمة مالتها احنا ما شكيناها بالمرة الأولى لأنها ما يعني ترى موجود فما حاولنا ثواني بس هلا ماني راح احكي لكم على الصف ورا بس حتى تشوفون شوي صار يعني تفاعل بس خليه يشرب
صوت مباشر. مرة ما كان يشتغل. أساس زين. هاي بركات السيدة. أساعدكم الكاردياك إنزيم ماركر تيست. المفروض المحاضرة وصلتكم لأن أنا دازلت الجعفر. ما أعرف شو كنت دزلكم إياها بس المهم وصلتكم. على العموم هاي المحاضرة راح نختصرها قدر الإمكان. أنا أعتبرها هاي المحاضرة من أسهل المحاضرات اللي عندكم. الكاردياك ماركر نعرف إنه لما يصير عندنا دمج بالقلب أو الهارت أتاك بالدرجة الأساس اللي هو الأزمة القلبية نسميها أو الجلطة شو تحبون تسموها عندنا مجموعة تيستات أنا لازم أسويها. الكارديك ماركر عندي مجموعة من الماركرات اللي أنا أعتمدها في تشخيص الأزمة القلبية لما تصير أو لما يصير عندي HSV لازم أسوي أنا هذا تشيك أب تمام. فعندي اثنين أساسية مترافقين ما أتخلى عنهم اللي هم الكرياتينين كاينيز والتروبانين. هذول اثنيناتهم لازم دائما سوى الكرياتينين كاينيز واحدة ما ينطيني فد انديكيتر مثل الـ AST والـ ALT تتذكرون بالنسبة للليفر الكرياتينين واليوريا بالنسبة للرينال تمام. هذول الاثنين لازم دائما يكونون سوى حتى إذا واحد ارتفع واحد مستوى طبيعي معناته المشكلة مو بهذا المكان بغير مكان. فعندي بالنسبة للكارديك عندي الـ CK يسميه احنا الكرياتينين كاينيز وعندنا التروبونين تمام. إضافة إلى طبعا ماركرات أخرى اللي هي الـ CKMV. الـ CKMV هو جزء من الكرياتينين كاينيز هو سب تايب مالت الكرياتينين كاينيز. عندنا البايو ماركر الآخر عندنا المايوغلوبين. المايوغلوبين تعرفون اكو عندنا شيء اسمه الهيموغلوبين او شيء اسمه المايوغلوبين خزن بالعضلات. المايوغلوبين حامل او خازن الاكسجين سترجع اكسجين ان ماسلز تمام. هذا الستورج او تو ان ماسلز هذا المايوغلوبين تمام. اضافه طبعا عضله القلب مو بس هذول ممكن بس هذول الرئيسيه. عندنا اللاكتيت دي هايدروجينيز ال دي اتش عندنا الاسبارتيت امينو ترانسفيريز ايضا الاي اس تي بس هذول احنا نعتبرهم رئيسيه بالدرجه الاساسيه. وعندنا التروبونين والسي كي دكتورة السي كي من نسوي يعني عام كل الانواع ما تلو نسوي بس الام بي لا الام بي اللي هو سبيسيفيك تو ذا هارت مصر. السلام عليكم صراحة نجي نقول الموست سنسيتيف بايو ماركر اوف هارت مسل دامج الموست والمور سنسيتيف اند سبيسيفيك ذا موست سنسيتيف بايو ماركر أو هارت مصل دمج تمام اللي هو منو عندنا التروبونين. التروبونين هو التحليل المختص في تشخيص مشاكل أو الضرر اللي يصير بعضلة القلب. هذا تسجلوا عندكم مو مثل ما تل HbA1c. جبت لكم سؤال جبت لي معيدين سؤال الموست سنسيتيف تيست بالنسبة للدي ام هو الفاستنج بلاد شوغر كاتبي لي صحيح وخطأ الـ HbA1c السبيسيفيك بالنسبة للدي ام الأكثر تشخيص هو من هو الـ HbA1c وليس الفاست بلاد شوغر تمام. لأن الفاست بلاد شوغر قلنا يتغير تغير الحالة ممكن ماكل ممكن نفسيته ممكن عدة هرمونات تأثر لي عليه بس الـ HbA1c ينطيني قراءة لفترة طويلة تعادل تقريبا 3 أشهر. الكاردياك التروبونين هو عبارة عن بروتين وهو الأكثر استخداما. هاي ذكرت لكم ياها أكثر نوعا نحن نقيسها التي والآي. التروبونين آي هاي ملاحظة مهمة التروبونين آي اللي هو اللي احنا انهبيتر نسميه هاي اللي سبيسيفيك تو ذا هارت ويبقى فترة طويلة من الكرياتينين كاينيز تي آي التروبونين آي روب هو المور
specific. ليش؟ لأنه هو stay for a long time. Then creatinine kinase نوع اللي هو specific for heart muscle. تمام؟ هذا بالنسبة للبروبونين. أكو بيه إشكال؟ هو more sensitive. الآي النوع ماته أحد أنواع اللي هو التروبونين آي هو المور سبيسيفيك ذان كرياتينين كايناز إم بي. هسا راح نجي على الكرياتينين كايناز. الكرياتينين كايناز موجود بعدة أماكن مو بس بالهارت مصل، لذلك إحنا ما نعتبره سبيسيفيك إنديكيتر. موجود بالمصلز، ممكن إذا عندي إنجر يصير بأي عضلة من عضلات الجسم ممكن يطلع لي الكرياتينين كايناز النسبة مالته مرتفعة. لذلك لازم أنا دائما لما أسوي سي كي سي كي إم بي بالتحديد لازم أسوي تروبونين وياه حتى أشوف هل السبب جايني من الهارت نفسه or another cause. هنا كتبت لكم it is not very specific. ده تشوفون هنا it is not very specific. دكتورة رافع إلى نعم. أنا سوينا التروبونين بدون الكرياتينين كيفي لو إنها هو أمين؟ لا إحنا دائما نسويها مترافقة. ينطيني في التأكيد التروبونين إذا طلع واحدة عالية هم نطاني تأكيد. أنا بالتشخيص مالتي ما راح أعتمد بس على التروبونين، راح أدز المريض يسوي لي إيكو، مرات يسوي لي تخطيط، هاي كلها تنطيني إضافة إلى العلامات السريرية اللي ظاهرة، هاي كلها أنا أجمعها سوا وأنطي تشخيص. الإيكو مرات يبين لي رأساً إذا هو عنده ذبحة، إذا هو عنده إم آي، يعني تطلع واضحة بالصورة. دكتورة؟ نعم. السي كي إم بي هم موجود بغير أماكن؟ إم بي يعني كسر؟ لا لا لا، هو بالهارت. هسا إحنا راح ناخذ الأنواع. مو هو شوفي هو كتوتال كرياتينين كاينيز. السبس السب تايب مالته هو كرياتينين كاينيز ام بي. انا قايل لكم اتس مور سنسيتيف فور فايندينج هارت دامج فروم هارت اتاك. يبقى 4 إلى 6 ساعات بعد حدوث الازمه القلبيه مرتفع. شنو انا ليش اسوي التروبونين؟ التروبونين ممكن يبقى لي 10 ايام مرتفع بعد حدوث الازمه القلبيه. المده مالته اطول. الكرياتينين كاينيز فتره قصيره ساعات اصلا. معدوده ويرجع الى وضعه الطبيعي. احنا عاده البيشنت اللي صار عندهم الهارت اتاك او الانجينا الستيبل اور انستيبل، يعني اللي يعانون من مشاكل بالقلب راسا، هذول يجون للمستشفى يدخلوهم امرجنسي، يدخلوهم انعاش، يبقوهم يعني مونيتور تحت المراقبه على الاقل يوم واحد. بهذا اليوم الواحد يظلوهم تقريبا كل 6 ساعات إلى 8 ساعات يسوون لهم تحاليل، من ضمنها الكرياتينين كاينيز والتروبونين المايوجلوبين. كل فترة يظلون يسووه لحد ما يشوفون شو وقت يرجع. إذا رجع خلال فترة قصيرة معناته إنه أنا ما عندي مشكلة بالهارت. يعني يوم واحد يجوز حتى التروبونين خلال 6 ساعات رجع وضعه طبيعي. معناته إنه أكو سبب آخر. أروح أنا كطبيب أدور عن الأسباب الأخرى بعيداً عن القلب. هاي فائدة إنه يدخل المريض مرات إنعاش لفترة قصيرة ويطلع. المايوغلوبين هو ايضا بروتين ستورز اكسجين قلنا المسلز، دائما مترافق اي تحليل مع دائما مرات بالطوارئ يجي واحد راسا يسوي له مايوغلوبين تروبونين بس ما يسوي له كرياتينين كاينيز، يسوي له ال دي اتش يسوي له تروبونين. دائما تروبونين هو نعتبره شنو بالنسبه للهارت دامج او بالنسبه للهارت مسلز نعتبره هو الليدر مالتهم القائد. هذا القائد وهذول كلهم له توابع. تروبونين هو الرئيس وهذول كلهم يمشون وراه، وين ما يروحون لازم الرئيس وياهم هيك لازق لهم لزقه. بس يعوفهم هذول يضيعون بدونه، يقومون يخربطون الشغل مالتهم يصير خطر. تمام؟ يعني نعتبره شلون نقول التروبونين هو الضمير الحي بالنسبه لكل شخص. كل شخص اذا الضمير مالته يغيب هذا الشخص شنو؟ تنعدم الإنسانية مالته، يتيح بدون ضمير. فنعتبر التروبونين ضمير لهذول كلهم، مرافق لهم. زين؟ إذا تعتبرون الضمير نص الشعب العراقي بلا ضمير للأسف يعني، فنقول القرين ما يفارقنا أبد، مو صحيح؟ سؤال هسه هو يرتفع بعد 4 إلى 6 ساعات بعد هذا. إي ويرجع. يرجع هو سبيسيفيك يعني يرجع بعد يوم او يوم يرجع بعد 48 ساعه الى وضعه الطبيعي. الكرياتينين كاينيز. المايوغلوبين هو موجود بالعضلات، ممكن المريض ماخذ انجكشن على سبيل المثال قبل لا يجي يسوي التحليل، او هو لاعب رياضي ومتعرض
ضربه، هاي كلها تسبب لي الى دمج بالمصل مالته صار، فطلع عندي المايوغلوبين تسرب للبلازما فارتفعت النسبه مالته. لهذا اني ارجع وين؟ على التروبونين، لانه التروبونين ما موجود باي مكان غير القلب، هذول موجودين باماكن اخرى، التروبونين فقط مكان القلب ما يروح لغير مكان. تمام هسه واضح ما بيها اشكال. هاي هنا تيست انديكيشنز، ليش أنا دا أسوي الكاردياك ماركر يعني على العموم. أي تشيست بين يصير عندي، مرات إحنا يعني واحد يصير عنده تشيست بين فترة طويلة يظل يشكي، إحنا جماعتنا ما بيك شيء، هاي القانون مو صحيح؟ الأغلبية يعني الأغلبية إحنا كوسط يعني شوية عنده معلومات، بس الأغلبية يقولوا لا والله ما بيك شيء أنت يعني بس تحب تشكي هيك، هاي قانونك معود، هاي ما اقول لك فشي مو زين، مو صحيح هذا المتعارف يعني، لحد ما يخلون المريض يوصل الى مرحله عود يلا يذكرون يجيبوا لي الطوارئ، اكو بيهم صار عنده هارت اتاك يعني قاتله، يعني يومين هي شيء يموت بنفس اللحظه، يجي الطوارئ الله يرحمه، يعني اكو بيهم بنفس اللحظه تكون قاتله الهارت اتاك ابد ما نستهين بيها. تمام؟ الحالات الانجينا ذبحه الصدريه للسيبر والانستيبر كذلك. إذا كان عندي أكو صار عندي شيك أو صارت عندي خربطة بالإي سي جي بالقراءة كذلك أشوف يعني الضربات ما منتظمة، التخطيط طالع عندي مخربط، فرأسا أني أشك أنه أكو فد مشكلة بعضلة القلب فأرسل المريض يسوي لي هاي التحاليل. إذا كان المريض عنده سابقا إم آي صاير عنده تمام مايوكارديال فراكشن سابقا، فهو يعني جزء من الفولو أب مالته أنه أني أسوي له هاي المجموعه من التحاليل، لانه الام اي اي فتره ممكن انه تسوي لي هارت اتاك وممكن انه ترجع مره ثانيه. تمام اكو مرضى صار عندهم ازمات لاكثر من مره خصوصا الازمات القلبيه. اذا صارت عندي اي جراحه بالقلب، عمليات القلب المفتوح، عمليات تبديل الشرايين والصمامات، القسطرات، هاي كلها ورا ما اسويها بفتره اظل المريض كل فتره كل شهر تقريبا اسوي له تشيك اب، اشيك عضله قلب هل تشتغل بصوره صحيحه لو ظلت عندها مشاكل. الاشخاص اللي عندهم ضغط الدم المزمن كذلك اللي ما مسيطر عليه، طبعا اللي مسيطر عليه الامور اوكي. انقطاع النفس، حالات اللي تصير مرات عند بعض المرضى ايضا ذول اسوي لهم تشيك اب. عندنا التروبونين تيست هو اخذناه، ما ذكرت لكم كل التحاليل بس التروبونين. التروبونين قلنا هو بروتين اللي موجود ان هارت مسل specific for heart muscle only. التروبونين test is mainly used to help diagnose heart attack. تمام؟ هذا بالنسبة للتروبونين ما أدري شو هو specific للheart muscle، وهو يستخدم في تشخيص الheart attack. هاي أنواع التروبونين. There are three types of troponin. هذا بالنسبة للحكي ما أريده كله، ركزوا لي شنو الأشياء اللي أريدها. اريد اعطيتكم هنا عندنا السي والتي والاي، اريد هاي السي شنو يعني والتي شنو والاي شنو. هنا عندنا بالنسبه للسي هي شنو؟ كالسيوم. السي كالسيوم بايند، معناته تروبونين مرتبط ويا من؟ ويا الكالسيوم. هسه التي سي ويا من؟ كالسيوم. تمام؟ السي هو منه كالسيوم، هاي اللي اريدها هاي اللي اشربها، يعني ما اريد هذا الحكي كله هيك تدرخوه وتحفظوه. تمام السي كالسيوم زائد منه تروبونين. تمام التي منه تروبونين زائد سربتومايسين. والاي هو النوع الانهبيتري. الانهبيتري اريد بيه هو مرتبط تو اكتين. الاكتين تعرفون الاكتين والمايوسين. تمام الالياف المحركه للالياف العضليه الموجوده بالعضلات. الاي هو الانهبيتري. هذني اريدهم. زائد اكتين. تمام هاي بالنسبه بس اللي اريدها من هذا السلايد، بقيه الحكي ما اريد اعرفه. دكتورة اي انهبيتوري تروبونين اي انهبيتوري يعني المثبط هاي بالنسبة للتيست ريزلت نتائج الاختبار.
طبعا هنا بالنسبه لنتائج الاختبار ما قضيه هيك شيء تشوفون هنا انا مجرد انه اني اقيسها بالنانو جرام بير ملي لتر والنسبه الطبيعيه الى ايش قد 0.2 لازم يكون اقل من 0.2 هاي بالنسبه للتروبونين هاي نحكي اقل من 0.02 تمام هاي نسبه طبيعيه 0.03 مثلا على سبيل المثال نانو جرام بير ملي لتر نعتبرها نعتبره صعب هارت اتاك من استهين بها وان كان الرقم قليل يعني تمام هو مرات اذا هارت اتاك قويه يصعد اكثر خلال 24 ساعه ممكن يرجع الى افتر هارت دامج اكثر تروبونين كرياتينين فوسفوكينيز ريزز اب فور اب تو 12 اورز افتر هارت دامج اكثر التروبونين مرات يبقى 10 ايام توقع حسب حاله المريض ووضعه الصحي اكو مرضى بسرعه يعني يتحسنون ويرجع ينخفض واكو لا يستمر الى فتره طويله اذا كانت الازمه مالته قويه. دكتوره لا شنو هنا يقول رايز اب فور 12 اورز يعني شلون؟ يعني 12 ساعه يلا يرتفع؟ لا 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 رايز فور اب تو 12 اورز 12 ساعه مرتفع يبقى. زين هو مو راح يبقى 10 ايام مرتفع؟ اي هنا انا كبدايه انا دا اقصد كبدايه الازمه التروبونين والكرياتينين فوسفو كاينيز تبقى 12 ساعه يعني بقمه صعودها. بقية الايام يبقى هماتين مو نورمال بس انا المريض لما اجى هو اصلا عنده هارت اتاك وانا دخلته انعاش تمام العنايه المركزه انا بهاي الفتره مو بقيته بس اسوي له تحاليل واتفرج عليه ودا يموت انا شنو انطيه تريتمنت فهاي التريتمنت المساعده اللي انا دي اعطيها بهاي فتره بقاء يمي بالمستشفى هاي كلها تساعده على التحسن مو معناته تحسن 100% بس مع يعني اكو استجابه بس بطيئه مرات يحتاج قسطره مثلا المريض ما راح يتحسن عندي راح تبقى عند تخفف عندنا الاعراض السريريه اللي تصير بس مو معناته انه هو شافه تماما ولازم يروح يسوي قسطره يلا يطيب ولازم يحتاج تبديل صمام لازم يحتاج تبديل شريان لازم يحتاج عمليه قلب مفتوح حسب الحاله اللي هو عنده انسداد عنده فد شيء تمام افتهمتوا شنو المقصد بهاي واي تروبونين تيست از دان اتصور هذا اسهل عليكم من الاول اللي ذكرناه مالت التشيست بين هاي السوالف هنا اسهل راح نختصره بثلاث عبارات اول شيء نشيك كونفيرم اذا بيرسون هافينج ا هارت اتاك اور ريسنتلي هاد ا هارت اتاك هاي هسه لما تقروها العباره تقولون هاي شلون نفس الشيء بس هنا شنو نقصد بيها هو اصلا سابقا ممكن كانت عنده هارت اتاك او صارت هسه ضربت النوبه هارت اتاك بالجديد يعني اما موجود سابقا بالهيستوري مالته او اصيب حديثا بنوبه قلبيه جديده هاي المقصود بالنقطه الاولى النقطه الثانيه حتى نسيطر او نشخص على حاله الانجينا ستيبل اور انستيبل انا ذكرت لكم تعرف الانجينا انتم تعرفوها المفروض هي عدم وصول الدم الى القلب بكميات كافيه الان ستيبل انجينا الانجينا العفو تحدث ات اني تايم ايوه تفضل ممكن تصير لي باي وقت لا 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 اذا ذكرتوا لي مثلا واي تروبونين تيست از دان سؤال تقول لي to confirm if a person having a heart attack هنا تقولون heart attack تقدرون بس ايش تقولون check or monitor كيفكم هاي المصطلحات ما عندي مشكلة بيها المهم مصطلح صحيح يعني مصطلح عادي heart attack ممكن تقولوا لي بين قوسين يعني باختصار تقولون all new persons كيفكم new تمام بس هيك تختصروا لي اياها على نقطه النقطه الثانيه تو دايجنوز اند مونيتور انجينا بس قولوا لي انجينا تمام هي الانجينا انا اعرف ستيبل وان ستيبل فما يحتاج يعني تطبوا لي بالديتيلز تشيك هارت هيلث افتر ا سيرجري بس هاي تقدروا تقولوها بعد اي عمليه قلب يعني بعد فتره عمليات القلب المفتوح وغيرها يحتاج المريض انه يسوي فولو اب حتى يشيك وضعية قلبه هل رجع يشتغل بصورة صحيحة لو بعد ما زالت عنده مشاكل check heart health after a surgery تمام هسه اختصرناها check monitor heart attack old or new or recent كيفكم heart الانجينا انجينا مونيتور او شو تحبوا تسموها تمام وثلاثة check after surgery تقدرون تقولون هم اختصار عادي تمام بعد العمليات الجراحيه
العمليات الجراحية الخاصة بالقلب وليست في مكان آخر. هارد سيرجر يعني يقول. التحضيرات للاختبار، أنا ما أحتاج تحضيرات خاصة، فقط إذا كان المريض يتناول مكمل غذائي البيوتين بي 7 فيتامين كمكمل غذائي لازم يوقفه. ليش؟ لأنه هذا الفيتامين يقلل لي نسبة بتروبونين. دكتور هذا الفيتامين هو يعني قوي للقلب؟ لا هو فيتامين عام. تقدرون تبحثون على فيتامين بي 6 وفوائده، فيتامين عام. اصلا ناس ياخذون فيتامينات عامه اي اي تو زد كيفهم بدون وصفه طبيعيه. يروح للصيدليه يحس نفسه شوي تعبان، راح للصيدليه جاب له هيك مجموعه فيتامينات 20000 30000 واخذهن والله كريم، بدل لا يروح للطبيب زين. فاكو ناس هواي هيك يحبون يعني ياخذون هذا اللي تحت اليد متناول اليد بي 7 بي 7 بالمحاضره. عندنا مجموعة ملاحظات. إذا نسبة ورا ما دخلت المريض أني إنعاش عندي ورا 12 ساعة شفت التروبونين مالته طبيعي يعني، وأول شيء بالبداية يجوز كان شوي مرتفع بعدين رجع المستوى الطبيعي ورا 12 ساعة بالضبط. هذا معناته أنه هو ما عنده هارت أتاك، معناته أكو أسباب أخرى لازم أني أبحث بيها. إذا طبعا إذا النتائج أكثر من المعتاد أكثر من 0.02 معناته أنه أكو مشكلة بقلبه ولازم أني أشيك وأرتب له الوضعية حتى نشوف العلاج المناسب. دائما higher than normal troponin levels don't always mean that there is a heart attack. ممكن يكون انجينا وليست أزمة قلبية، ممكن تكون ذبحة صدرية وليست أزمة قلبية أو مايكارديال انفراكشن أو غيرها من الأشياء. طبعا هذا كل الإيكو يشخص لي إياه، الإيكو بالضبط يحدد لي شنو الكوز الرئيسي. دكتورة الأتاك يقصد بها الام اي يعني الأتاك مال ام اي؟ اي أتاك ام اي انه يبدي ما يوصل الدم فتبدي تصير عندي مشكلة. الكرياتينين كاينيز هنا بهذا السلايد طبعا ما تشوفوه بس مذكور عندكم بالمحاضرة. الكرياتينين كاينيز ذكرت لكم أنواعه هنا من باب العلم، ما اريدها من عندكم بس ذكرت لكم انه هو موجود باي مكان اخر. انا عندي الدفرنس بين التروبونين والكرياتينين فوسفوكينيز ام بي ايضا ذاكرته. هاي ملاحظه مهمه، التروبونين يرتفع 6 ساعات بعد التشيست بين ويبقى مرتفع لمده 10 ايام، بينما الكرياتينين فوسفوكينيز 6 الى 12 ساعه خلال 48 ساعه يرجع طبيعي، يومين المريض يرجع وضعه طبيعي. لهذا نعتبر التروبونين هو مور سبيسيفيك ذان كرياتينين فوسفوكينيز. هذا الجدول اللي مذكور ما راح اريده من عندكم لان هذا الجدول اللي يدوخكم عن المعلومات السابقه تمام، اتركوه يعني. هذا بالنسبه لاخر شيء ايضا ما مطلوب منكم، هذا جايد منطقكم يا دليل في تشخيص امراض القلب، مجموعه عوامل اني اسويها حتى اشيك الهارت من ضمنها البلاد تيست الاي سي جي الايكو تمام تمرين الجهد الى اخره. هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله. اكو احد عنده فد مشكله بيها؟ سجلت حضور؟ ليش؟ سجلت حضور؟ هسه خلصت بعد ماكو احد مو؟ تمام. اتمنى الاسابيع الجايه والايام الجايه ما تصير خربطه صارت اليوم. اذا ما تردون تاخذون محاضره بلغوني قبل يوم قولوا لي ما اريد ناخذ محاضره. تمام؟ حلو عندي.